هلا مشاهدينا بنوصل لفقرة لا نعرف أكثر عن آخر مستجدات كورونا. معنا رئيسة قسم الطوارئ بمستشفى الجامعة الأمريكية دكتور إيفلين حتى. صباح الخير دكتور. صباح النور. كيفك؟ تمام ماشي الحال؟ يعطيكم يعني سنة الماضي مثل هيدا الوقت كنا مش عارفين شو ناطرنا، وصلنا على أزمة كتير كبيرة من بعد فترة الأعياد، واليوم نحن بمرحلة صرنا عم نرجع نشوف شوي ارتفاع بأعداد المصابين بفيروس كورونا. خبرينا أول شيء اليوم ليش عم يرجع يعلى هيدا العدد، علما أنه في قسم كتير كبير عمل اللقاح؟ هلا اكيد نحن مرقنا بست اشهر كنا مرتاحين شيئا ما من الكورونا، وهيدا مش بالصدفه، يعني اكيد من جهود الكل، خاصه انه قلعنا بالفاكسين باللقاح. والفئه يلي اكثر شيء متعرضه فوق ال 65 90% منها صارت تاخذ اللقاح بلبنان، يعني قلعنا بوعي وقلعنا بتركيز على الفئه المعرضه اكثر شيء. مشان هيك قدرنا نرتاح شوية ونرجع الأولاد على المدارس ونرجع نحن على أشغالنا، مش نشتغل عن بعد. أكيد هيدي بس صرنا عم نشوف شو مخاطرها، يعني رجعوا الأولاد على المدارس ونحن يعني خفت كل الالتزامات بالإرشادات يلي بتمنع الانتشار. سو هيدي إحدى الأسباب، فأكيد عم نبلش نشوف شوية تزايد. أوكي، يعني اليوم إذا بدنا نحكي أكثر شيء، يمكن العالم عم تتخوف من الأولاد الصغار بعمر معين لأنه ممكن أنه ياخذوا الفيروس ما يكون في عندهم أي عوارض، ينقلوها للبيت، من البيت طبعا تنتقل لغير أماكن بالمدارس ويمكن كمان بالجامعات، لأنه الشباب كمان شفنا نوعا ما بأعمار معينة ما عم يتأثروا. هل اليوم هيدا الشيء بيعني أنه لازم يكون في وعي أكبر، وكيف لازم يكون هيدا الوعي؟ يعني اليوم الأولاد الصغار ما فينا كثير نتحكم فيهم، منحط هيدا الماسك بس يمكن هن بيروحوا على المدرسة، في طبعا الفرص اللي بيجتمعوا فيها كل الأولاد، يعني هل في طرق ممكن اعتمادها لنخفف من انتشار، خاصة أنه عند العمر الصغير؟ أول شيء هو الفاكسين اللقاح، يعني صار الفاكسين approved للأطفال من 5 سنين وما فوق، الفايزر بالذات بلبنان ل 12 وأعلى. سو بالجامعات، في كتير جامعات واصلة لتقريبا فوق ال 90، فوق ال 95% من الطلاب صاروا أخذين الفاكسين. بس هو اليوم نحن خطرنا مش بس من كوفيد، يعني نحن بنراقب أعداد المرضى وشو عم بيجي على الطوارئ أسبوعيا. خلال هالأسبوع لوحده صرنا شايفين تزايد بالأمراض اللي upper respiratory infections، يعني الأشياء المعدية، ب 10 ل 15%. هيدي مش بس نتيجة كوفيد، هيدي نتيجة هجوم الفيروس اللي كانت مخبية سنة الماضي، مخبيه لانه نحن كنا عم نمارس التباعد الاجتماعي، كنا مخبيين، نحن مخبيين ساحبين اولادنا من المدارس، نحن ما عم نحتك ببعض. فالاشياء الفيروسز الموسميه من الانفلونزا للار اس في للبارا انفلونزا، الاشياء اللي بتسبب جريب اختفت سنه الماضي، هلا عم ترجع تتصاعد. سو نحن التحدي هالموسم وموسم الشتاء، يعني عاده الانفلونزا موسمه بين كانون الثاني واخر اذار، نحن تحدينا هالسنة انه رح نواجه الاثنين سوا، رح نواجه انفلونزا مع الكوفيد. فهذا اللي بدنا نكون محضرين حالنا لإله، وبلشنا نشوف الضغط يلي الانفلونزا وبقيه الفيروسز مع كوفيد اللي يحطوا على القطاع الصحي. اوكي، يعني هن نحن هون عم نحكي انه يجوا سوا لنفس الشخص او منفصلين وهن بخطوره بعضهم. يعني اليوم يمكن نحن وكنا كثير نسمع دكتور إيفلين، صححيني اذا غلط، انه كانوا يقولوا ما الكوفيد هي كمان نوع من الفلو اللي نحن كان نحسه قبل، وفي كثير اشخاص كانوا يموتوا بس ما كان كثير يمكن يتضوى على هيدا الموضوع لانه ما اجى فرد مره مثل الكوفيد اللي اجى فيروس خلق واجتاح العالم. هل هيدا الشيء صحيح؟ واليوم كيف فينا نتفاديه؟ ممكن يجوا سوا ويمكن يجوا يعني هي الخطوره انه كقطاع صحي رح نكون عم نواجه ناس من عديين من الكوفيد وناس من عديين من الانفلونزا، ولا يمكن الفصل بينهم. هذا الضغط على قطاع صحي اوريدي محدود امكانيته، هذا هو يلي بسبب الخطر. يعني نحن بالايام العاديه
كل موسم انفلونزا نشوف 30% تصاعد من الزيارات بعد الطوارئ، بس نقدر نحن نلبي، فما يحس الكوميونتي ما تحس فيها، لانه نحن نقدر بمقابيله نقدر نزيد عدد الممرضات والحكمه والادويه وكل شيء، بس نحن اليوم بوضع محدودين بامكانيتنا لنقدر نزيد امكانيه الاستيعاب تبع المستشفيات والقطاع الصحي، وهذا هو يلي المواجهه يلي عندنا اياها، يعني ضد تو فيروسز اساسيه خطرين اثنيناتهم مع امكانيه محدوده. خطرين ويمكن كمان يجب الفصل بيناتهم بالمستشفى الوحده، يعني مش ممكن مثل يمكن مرضى الكوفيد ممكن انه ينحطوا سوا، بس الانفلونزا والكوفيد مش ممكن ينحطوا سوا، ومثل ما كنت عم تقولي انه العدد صار بالطاقم الطبي كثير قليل، وهيدا الشيء اللي ما كان عندنا اياه بمشكلتنا السنه الماضيه حتى، يعني قد ايه كانت قاسيه بس كان بعده الطاقم الطبي محافظ يمكن على عدد معين. اذا بدنا ننتقل شوي لنحكي، كنت بدي اسالك عن الانفلونزا، في فاكسان كمان بنعرف للانفلونزا، هل هو صار متوفر وهل ينصح انه يقوموا فيه الاشخاص اللي كل العالم يمكن لازم يعملوه؟ مزبوط، هيدي نقطه كثير مهمه، انه اكيد في فاكسين للانفلونزا، مفروض يكون وصل اما بلش يوصل على لبنان، وفي فئات معينه كمان بدنا نجي ونركز على اكثر الفئات اللي متعرضه اكثر شيء على التطور، يلي هي بين الست اشهر للخمس سنين، فوق الخمسين سنه، المراه الحامل، واكيد اي مريض عنده امراض مزمنه. سو هيدول الفئات لازم اول ما يصير متوفر الفاكسين ياخذوا الانفلونزا فاكسين، فاليوم ما عم نحكي بس انه عم نحكي بتو فاكسينز باولويتين، الانفلونزا لهي الفئات، والثاني اولويه هلا لنحضر حالنا للموسم لكانون الاول الثاني هو انه البوستر للمرضى يلي اخذين، للناس اللي اخذين الكوفيد فاكسين بس صار لهم اكثر من ست اشهر. هذا الموضوع كمان كثير مهم، خاصه الفئه المتعرضه للتطور يلي هي فوق ال 60 ال 65. اوكي، سو هيدي اولويه كثير، هيدا الشهر بدنا نركز على الفاكسينيشن للانفلونزا والبوستر للناس اللي صار وقت البوستر ياخذوها. اوكي، والانفلونزا كنت عم تقولي دكتور انه صار متوفر الفاكسان له للناس اللي ممكن يقوموا فيه، تاخر ليوصل على السوق، مفروض هالاسبوع يبلش يصير ولازم الناس كلها تعمله، حتى الاولاد الصغار كرمال هيدا مش الكل، ها والفئات اللي حكينا فيه. سو ست اشهر لخمس سنين، فوق الخمسين سنه، المراه الحامل، والناس اللي عندهم امراض مزمنه، هيدول الفئات اللي اكثر شيء متعرضين لاذا لقطوا الانفلونزا تتطور ولازم يكونوا الاولويه لياخذوا الفاكسين. اوكي، اذا بدنا نعمل شوي نوع من توعيه على البوستر، لانه في كثير اشخاص عملوا يمكن الجرعتين من اللقاح وعم بخافوا وعم بيقولوا انه ليش بده يرجع في يكون بوستر، وعم نشوف اليوم انه في كثير ناس بعدها عم تفوت على المستشفى، بعدها عم ترجع تلقط كوفيد، يعني اليوم شو الفرق بين الاشخاص اللي عم تلقط كوفيد وهي ديجا عامله الفاكسان وبين اللي مش عاملين الفاكسان، وقد ايه اهميه البوستر؟ اوكي، اول شيء بس بدي اقول انه نحن شفنا مأساة يعني ما عم نقدر ننسيها من السنه الماضيه، من كانون الثاني للشباط، وبدي اقول انه اختفت هيدي المأساة يلي مرينا فيها لما بلشنا نقلع بالفاكس، يعني اخر مريض انا حطيته على مكنه التنفس كرمال كوفيد كان يمكن باواخر اذار. ليه؟ لأنه نحن بلشنا بشباط نبلش نعطي اللقاح للمرضى يلي أكتر شيء متعرضين، فالفاكسين كتير فعال، يس عم نشوف بعض الحالات أنه عم تنعدي، بس عم تجي كتير خفيفة بالمرضى يلي بالناس يلي أخدين الفاكسين. بس شو بصير على الست أشهر؟ على الست أشهر المناعة بتبلش تخف، مش 100% أكيد بتخف شيئا ما، بس بصير أفضل واحد ياخد الفاكسين ليرجع يرفع المناعة لما نفوت، خاصة بالفئات المتعرضة، يعني عم نحكي بالكبار بالعمر وفوق الستين بالذات، والمرضى والناس اللي عندهم أمراض مزمنة. سو هيدول الفئتين لازم ياخدوا البوستر بعد ست أشهر. اوكي، يعني هون اهميه انه ناخذ البوستر، وللاشخاص كمان اللي بعد ما عملوا اللقاح دكتور ايفلين، لانه بنعرف
في كتير ناس اليوم هيك بخافوا يمكن أو بيقولوا نظرية المؤامرة طبعا اللي سمعنا فيها على أهمية هيدا اللقاء. إذا بقى كمان ننصح شوي العالم، نحن جايين على فترة أعياد وبنعرف أنه في كتير مغتربين حيكونوا جايين من الخارج، طبعا هلأ كنت عم بحكي أنا وياك تحت الهواء عن المتحور الجديد اللي يعني خالق حالة ذعر عند كتار. شو بتخبرينا أول شيء هيك شوي؟ يمكن بعرف طبيا بعد ما كتير في معلومات عنه، بس شو آخر الدراسات اللي تبينت قدي عم بيكون عوارضه أصعب يمكن من الكوفيد 19؟ فهلأ يتبين أنه في سلالة جديدة يلي ممكن تكون الدافع للموجة الجاية، الموجة الثانية، يعني بعد كان في دلتا هلأ في الأوميكرون يلي تحدد وعملوا له سيكونسينج بساوث أفريكا. بعد منه واضح، يعني في ثلاث أشياء أساسية بكل سلالة بتنكشف أنه بدأت تتحدد. أول شيء سرعة الانتشار، نسبة الوفيات قدي سيفير هي، وثالث شيء هل الفاكسين المناعة من الفاكسين بتحمي ضده. هؤلاء ثلاث أشياء بدهم يتحددوا بعد منه واضح، منه واضح، بس أنه في خوف أنه هيدي تكون الدافع وراء البوجة الثانية المقبلة. يعني على أمل دكتور إيفلين أنه يكون هيدا المتحور المخاوف منه هيك ما تكون على قد ما حجمه وعلى قد ما عم بيفرجونا إياه، وخاصة إذا كان طبعا اللقاح اللي تلقيناه يكون فعال، بعتقد هون بخف كمان الخوف عند كتار. آخر كلمة بتحب تقوليها لكل المشاهدين واللبنانيين قبل فترة الأعياد، لأنه نعرف أنه في حماس، وللأسف اليوم كتير صرنا عم نشوفوت على محلات عم نشوف أنه الماسكات ما كتير بقى عم تنحط، أنه تحت حجة انه نحن عاملين الفاكسان. بتقلك انا عامله الاثنين دوز وخلص ماشي الحال، بقى لازم منك، لانه انا بعرف قد ايه السنه الماضيه تعبتي وانا كنت موجوده على الارض معك وكنا عم نشوف قسم الطوارئ بالايو اتش بغير مستشفيات قد ايه كانت الحاله عن جد بتبكي. لما نرجع نعيد هيدا الشيء هيدا السنه شو بتحبي تقولي لهم؟ مرقنا بمرحله قدرنا نرتاح، بس هلا جاي مرحله كثير صعبه. في ثلاث اشياء اساسيه، البوستر يلي صار فوق 6 اشهر من اخر جرعه، الانفلونزا فاكسين، والثالث شغله انه جايين الاعياد. اختبرنا شو صار بالاعياد من دون ما نلتزم بالاشياء يلي بتحمينا السنه الماضيه، ما فينا نعيد نفس الخطا، بدنا نرجع نطلع الكمامات من الجوارير، نرجع نلبسها، وبدنا نفوت على الاعياد بوعي. صحيح. يعني تباعد اجتماعي لهالفتره، ما عم نقول ما تحتفلوا مع العيال، بس اذا ما فيكم انتم بسهره يكون في كرسي بينك وبين الشخص الثاني يعني صار العدد كبير. فالكمامه باي مكان، اماكن مغلقه، بالشغل، بالمدارس، بالاسواق، بدنا نرجع نطلعها من الجوارير ونحمي حالنا ونحمي الناس اللي بنحبهم ان شاء الله. شكرا لك دكتور إيفلين حتى، على امل انه نرجع هيك نشوفك باخبار ساره بعيدا عن المصائب ويمكن الاوجاع اللي عشناها السنه اللي مضت. بتشكر وجودك. شكرا. معنا. وهلا مشاهدينا بدنا ننتقل لنشوف ريبورت صغير انعمل من قبل لوريال وأبعاد باليوم العالمي. اليوم هذا البرنامج المشترك مع لوريال باري اللي هو خاص بوضع قيد التطبيق برنامج تدريبي بيساعد كل حدا بيشهد على حادثة تحرش جنسي أو حتى إذا بحال تعرضت لتحرش جنسي لتعرف بالأساليب العملانية
كيف ممكن التعامل بهذا الموضوع. هو قد يكون خطوة باتجاه فعلا أن نكون بلبنان عم نفعل تطبيق القانون 205 اللي هو خاص بتجريم التحرش الجنسي بأماكن العمل، اللي هو بنعتز أنه بلبنان تم إصداره العام المنصرم بكانون الأول 2020، واللي هو خطوة أولى نحو تعزيز ثقافة المساءلة ورفض ونبذ كل أشكال التحرش الجنسي بلبنان وثقافة لوم الضحية بشكل كتير أساسي. وهلأ مشاهدينا مننتقل